أحبائي طلاب الصف الرابع، أهلاً بكم ومرحباً في درس من دروس اللغة العربية تجد الألوان الجزء الرابع. هيا بنا نبدأ. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصيدة قراءة جهرية سليمة معبرة، يحدد بعض الأمثلة على وجود الإيقاع الموسيقي في الأنشودة، يطبق المهارات النحوية التي سبق دراستها. والآن دعونا نتذكر أهم الأفكار التي وردت في القصيدة. ركزت القصيدة على أهمية الألوان في حياتنا، ومن ثم تطرقت للأفكار الآتية: تخيل اختفاء الألوان من الحياة، أثر غياب الألوان في الطبيعة والكون، أهمية الألوان في التعليم وتنمية المواهب، اختفاء الألوان يسبب الحزن والألم، تعدد الجمال والألوان في الكون يسعد الإنسان. سنواصل اليوم رحلتنا الأخيرة مع أنشودة تجد الألوان، فهل حفظتم الأنشودة كاملة؟ هيا بنا نردد معا. تجد الألوان، فكر ماذا يا مروان لو غضبت منك الألوان ورأت أن تترك عالمنا فانسحبت من كل مكان. كيف يصير الشجر الأخضر والوردة والزهر الأحمر والبستان بهي اللون؟ هل يبقى سحر البستان؟ تهرب ألوان الطاووس، ألوان كتابي ودروسي، حتى كراسات الرسم ما عادت تزهو ألوان. لو غابت ألوان الصور والأحياء وكل البشر ينتشر الحزن فيؤلمنا، أبدا لن نرضى الأحزان. هذا الكون كبير واسع بالألوان الحلوة رائع، هيا نكتب يا مروان جئنا نحيا بالألوان. أبنائي الأعزاء، عرفنا في الحصص السابقة أنشودة تجد الألوان، وهي عبارة عن قصيدة شعرية تتكون من 10 أبيات، وقد عرضت لكم 4 أبيات. انظروا إلى البيت الأول، فكر، وهذا هو البيت الثاني، ورأت، وهذا هو البيت الثالث، كيف يصير؟ إذن الأبيات كلها تسمى، أحسنتم، قصيدة أو أنشودة، وكل سطر فيها يسمى، أحسنتم، بيتاً. نتابع رحلتنا مع الأنشودة. انظروا إلى البيت الشعري، إنه يتكون من جزئين، يسمى كل جزء شطراً. إذن فالبيت يتكون من شطرين، الشطر الأول والشطر الثاني. أبنائي، دعونا ننشد معا المقطع الأول. فكر ماذا يا مروان لو غضبت منك الألوان ورأت أن تترك عالمنا فانسحبت من كل مكان. ماذا تلاحظون من خلال القراءة؟ أحسنتم، هذه القصيدة يمكن تلحينها وإنشادها، بينما لو قرأنا الأفكار لوجدنا أنه لا يمكن إنشادها أو تلحينها. لاحظ معي: تخيل اختفاء الألوان من الكون والطبيعة، أثر غياب الألوان في الطبيعة والكون، هكذا. انتبهوا معي يا أبنائي لنفهم أكثر. لاحظوا عندنا 3 مقاطع، كل مقطع مكون من بيتين. هيا نحدد البيت الأول في المقاطع 3، هكذا. انظروا إلى الكلمات الأخيرة في الشطر الأول والكلمات الأخيرة في الشطر الثاني، ماذا تلاحظون؟ أحسنتم، كلها ذات وزن واحد. فمروان على وزن ألوان، أخضر على وزن أحمر، هكذا. انظر إلى آخر حرف في الكلمتين، تجد أنه في الشطرين النون، وفي هذين الشطرين الراء، وكذلك في الشطرين السين، هكذا. أيضا تأملوا مع البيت الثاني في جميع المقاطع.
انظروا إلى الكلمات الأخيرة في الشطر الثاني من كل بيت: مكان، بستان، ألوان. نجد أنها على وزن واحد وانتهت جميعا بحرف، أحسنتم، النون. انتبه أيضا إلى الشطر الثاني في جميع الأبيات. هل انتهت جميع الأبيات بالحرف نفسه؟ بالطبع لا، فنجد أن البيت الأول في كل مقطع انتهى بحرف مختلف، ففي المقطع الأول انتهى بحرف النون، وفي المقطع الثاني انتهى بحرف الراء، وفي المقطع الثالث انتهى بحرف السين. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن وزن الكلمات والتناغم بين الحروف هو الذي يعطي القصيدة الموسيقى واللحن. هيا معي نجب عن هذه الأسئلة لتتأكد من فهمي. توافرت في القصيدة موسيقى شعرية، استكشف ذلك من خلال الإجابة عما يأتي. هل انتهت جميع أبيات القصيدة بالحرف نفسه؟ من خلال الشرح، هل انتهت جميع الأبيات بالحرف نفسه؟ أحسنتم، بالطبع لا، بعضها انتهى بحروف متشابهة وبعضها انتهى بحروف مختلفة. حدد أرقام الأبيات التي انتهت بالحرف نفسه في القصيدة. لاحظ معي هنا، سنركز على الأبيات. أحسنتم، البيت الأول والثاني، الرابع، السادس، الثامن، وأخيرا العاشر. ما الأبيات التي تشابهت فيها نهاية الشطر الأول مع نهاية الشطر الثاني؟ أما هذا السؤال، سنركز على الشطر الأول والثاني في كل بيت. أحسنتم، الأول، الثالث، الخامس، السابع، التاسع، وأخيرا العاشر. هيا نستكمل أوزان الكلمات. ضع كلمات بديلة للكلمات الملونة بحيث تحافظ على الوزن والمعنى. سنستبدل الكلمة بكلمات أخرى على الوزن نفسه مع الالتزام بالحرف الأخير. هيا نرى، فكر ماذا يا مروان لو غضبت منك الألوان. سنستبدل كلمة مروان بكلمات أخرى على نفس الوزن وانتهت بحرف النون. هيا نلاحظ، أحسنتم، عمران، عثمان. أحسنتم، كلها على نفس الوزن وانتهت بحرف رائع، النون، عمران. هنا أيضا، كيف يصير الشجر الأخضر والوردة والزهر الأحمر؟ نستبدل كلمة الأحمر بكلمة أخرى على نفس الوزن وتنتهي بحرف أحسنتم، الراء. الأصفر رائع، على نفس الوزن وانتهت بحرف الراء. إذا نستنتج مما سبق أن القصيدة أو الأنشودة تتكون من أبيات شعرية، وكل بيت له شطران، وأن الأبيات الشعرية يمكن تلحينها وإنشادها، وذلك لأن بعض الكلمات لها وزن خاص. ننتقل الآن أبنائي إلى حديقة الأفعال، حيث يوجد في اللغة العربية ثلاثة أفعال. انتبهوا معي، فأجدادنا عاشوا في الماضي وبنوا حضارة عظيمة، فكان لابد أن يكون عندنا بيت الفعل الماضي مثل عاش، بنى. ونحن أبناء الجيل، ما زلنا نعمل ونرسم ونحفظ، فلنا بيت الفعل المضارع. أما معلمنا فله الفضل علينا، يأمرنا دائما فيقول: احفظ، انتبه لشرح الدرس، فله بيت فعل الأمر. والآن مع هذا التدريب، فكر ماذا يا مروان لو غضبت منك الألوان، ورأت أن تترك عالمنا فانسحبت من كل مكان. استخرج من البيتين السابقين ما يأتي: فعل أمر، فعل الأمر يدل على الطلب، فماذا طلب الشاعر من مروان؟ أحسنتم، فكر. إذن فعل أمر هو فكر. فعلا مضارعا منصوبا. يا أبنائي، ما الذي يجعل الفعل المضارع منصوب؟ أحسنتم،
إذا سبق الفعل أداة نصب. وما هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ رائع، درسناها من قبل، أن، كي. هيا نبحث في البيتين عن أداة نصب. هيا، أحسنتم، أن. الفعل تترك، انظر إلى الفتحة على آخره، إذن فعلا مضارعا منصوبا تترك. فعلا ماضيا، هيا نبحث في البيتين عن الفعل الماضي، غضبت، رأت، فانسحبت، إذن فعلا ماضيا غضبت، رأت. منادى، على من نادى الشاعر في البيت الأول؟ أحسنتم، على مروان. ماذا قال له؟ يا مروان. إذن يا أداة نداء، مروان منادى، منادى. أحسنتم مروان. وبهذا أبنائي نصل إلى ختام درسنا قصيدة تجد الألوان للشاعر محمد جمال عمرو، ودرسناها من حيث الإيقاع الموسيقي وهو أحسنتم، لحن ناتج عن وزن بعض الكلمات وتكرار بعض الحروف، وتذكرنا بعض المهارات اللغوية مثل أحسنتم الأفعال، ومنها الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، وكذلك تذكرنا أحسنتم أسلوب النداء. أمل أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بدرس اليوم، وإلى اللقاء في درس آخر من دروس اللغة العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.